مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة وكلام كتير عن الكرة المحلية والعالمية. ولكن في البداية في حالة من الفخر والسعادة كبيرة قوي طبعا بالبطلة المصرية بنت النادي الأهلي ميار شريف اللي قدرت إنها تفوز ببطولة تشارلستون الأمريكية، وطبعا إنجاز كبير يضاف لتاريخها لما اسمها يتحط مع أسماء ناس كبيرة قوي في عالم التنس قدروا ان هم يفوزوا بالبطوله دي زي شتيفي جراف، كريس ايفرت، وسيرينا ويليامز. ونشوف النهارده اسم لاعبه مصريه نجمه جديده بتتولد بيضاف طبعا ده لتاريخها وانجازاتها الحقيقه بعد ما شفناها طبعا في رولان جاروس بتلعب في الدور الرئيسي، وده ما كانش محض صدفه ابدا. احنا قدام بطله بتجتهد وبتحاول توصل لاعلى مكانه ممكنه. طبعا بعد الانجاز ده ميار شريف في المركز 132 عالميا، انجاز لم يشهده التنس النسائي المصري من قبل. الف مبروك للعبة المصريه، ومستنيين اكتر يا احمد انجازات كتير منها.